هذه مسيرة احتجاجية اللي عندناك على الجبال الاجتماعية المغربية، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية، على الغلاء. تقهرنا المواطنات والمواطنين، تقهروا بالغلاء. طبعا للأسف السياسات الحكومية، السياسات العمومية بشكل عام كتتجه إلى المزيد من دعم الرأس مال، المزيد من الإجراءات في قانون المالية ضريبية لصالح الرأس مال الريعي الاحتكاري. بالمقابل ما كاينش إجراءات اجتماعية اللي كتستحضر الأوضاع ديال المواطنات والمواطنين اللي خرجوا من الأزمة ديال الكوفيد، من بعد معاناة كبيرة ومن بعد ما فقدوا آلاف ديال مناصب الشغل، وجاتهم اليوم هذه الأزمة التضخمية. لهذا اليوم خرجنا كنحتجوا ومازال غادي نحتجوا كذلك. هذه خطوة أولى وغادي نستمروا في الاحتجاج ما دام هناك قهر، ما دام هناك استغلال الفئات المهمشة، وما دام أنه هناك تضييق على الحريات وعلى الحقوق ديال المغاربة. هذه مسيرة وطنية ديال الجبهة الاجتماعية الكونفدرالية الديمقراطية الشغل حاضرة من بعد الاحتجاجات ديال 13 نوفمبر. اليوم حنا حاضرين لتنبيه الحكومة واحتجاجا على السياسات المعتمدة من طرف الحكومة، وأساسا عدم احترام الالتزامات ديالها المتضمنة في الاتفاق الاجتماعي. عدم احترام هذه الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل ومواصلة عدم التدخل بإيقاف ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال استمرار ارتفاع الأسعار ديال المواد الأساسية، ومن خلال أيضا استمرار في تقديم الهدايا الضريبية والامتيازات لرأس المال لعديد من المحظوظين، مقابل رفض معالجة الإشكال الاجتماعي ومعالجة تدهور القدرة الشرائية. وبالتالي هو احتجاج لتنبيه الحكومة للعودة مرة أخرى لاحترام التزاماتها وللتدخل من أجل كما قلت دعم القدرة الشرائية للمواطنين وإيقاف مسلسل الفساد واحترام الحريات بصفة عامة. اليوم التنظيمات اليسارية المغربية وتنظيمات المجتمع المغربي وعموم المغاربة نازلين في هذه المسيرة الاحتجاجية ضدا على ضرب الحقوق نتاعهم، حقوقهم في العيش الكريم، حقوقهم في الكرامة، حقوقهم في حياة اللي تكون فيها الرخاء كما باقي الشعوب. كذلك احتجاج على ما يعرفه المغرب من ضرب الحريات من خلال المحاكمات الصورية واعتقالات، اعتقال الصحفيين، اعتقال المدونين، اعتقال مناضلي الحراكات إلى آخره. اليوم جينا باش نقولوا أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية اللي اليوم منتهجة في المغرب هي سياسة طبقية، سياسة ديال الشريحة الاجتماعية اللي كتمثل والحكومة كتمثل رأس مال الاحتكاري في المغرب، حيث أنك لاحظوا بالإضافة للغلاء اللي كتعرفوا مجموعة ديال المواد الأساسية، لاحظنا أن قانون المالية الأخير جاب مجموعة من المقتضيات الجبائية لصالح هذه الفئات. هذه الفئات اللي ما كتشبعش، اللي غير ما عندهاش القناعة، ما عندهاش القوة، وبالتالي خص الدولة تدخل من اجل تحديد هواميش الربح، من اجل تسقيف الاسعار ديال مجموعه ديال المواد، حتى يتمكنوا المغاربه باش يعيشوا حياه بحال باقي الدول ديال العالم. الازمه كاين ازمه بالفعل، هناك حرب، لكن هذه الحرب هذه لا ماكلاش تشرح هذا ما يقع في المغرب من تغول ديال الراس مال الاحتكاري وديال اللوبيات.